السلام عليكم مشاهدين ومتتبعين قناة شوف تي في في جميع أرجاء العالم. معكم عبد الخالق الخديسي مراسل قناة شوف تي في في الديار الألمانية. غادي نوريكم الآن احتفالات ما بعد رأس السنة ودخول السنة الجديدة 2020. حنا كنتواجدوا في قنطرة الراين، نهر الراين، مدينة بون الألمانية، العاصمة السابقة لألمانيا. بغيت نوريكم شويه الاجواء ديال المدينه كيفاش صبحات من بعد هاد الاحتفالات والشهوب الناريه اللي كانت. يعني كيف ما كتشوفوا الارض والمخلفات ديال هاد الشهوب الناريه كيفاش دايره، ولكن لحسن الحظ ان يعني دوله المانيا هي دوله منظمه، لان في نفس اللحظه اللي تلو فيها الاحتفالات كتلاحظوا الاشغال قايمه على قدم وساق باش يقدروا يجمعوا هاد الحوايج هادي. نحاولوا نصوروا لكم شويه من المخلفات ديال هاد الشيء هذا اللي بقى هنا. يعني كيف ما كتشوفوا معنا الارض كلها تخربات، البقايا ديال الشهوب الناريه في كل ارجاء ديال اماكن ديال المدينه متواجده، ولكن بطبيعه الحال يعني دولة ألمانيا من ناحية ديال النظافة كيف ما كتعرفوها كانت مستعدة بزاف لهذا الحدث هذا. وانتم كتلاحظوا معنا دابا السيارات ديال النظافة متواجدة في كل مكان هنا باش يبداو من دابا في هذه اللحظات هذه، يعني بعد دقائق من انتهاء ديال الاحتفالات كيبداو النظافة ديالهم الأماكن. كيف ما كتشوفوا معنا الأرض كيفاش دايرة، يعني كاع البلايص شاعل فيهم الدخان والحرائق وكل شيء انتوما. ولكن كيف ما قلت لكم كتشوفوا سيارات ديال النظافه كتجوب ارجاء المدينه باش تقدر تنظف في اسرع وقت هاد المخلفات هذه. رجال النظافه يعني قايمين بالواجب ديالهم اكثر، وكيف ما كتعرفوا على بلد المانيا والنظافه اللي كاينه فيه، يعني ما يخليوش هاد الشيء هذا يصبح الغدا، يعني يقدر بعد ساعة ولا ساعتين يقدر كل شيء يكون منظم وكل شيء يرجع للمكان ديالو. سيارات ديال الشرطة كتجوب أرجاء ديال المدينة، سيارات الإسعاف لا قدر الله وقع شي حادث ولا وقع شي حادثة ولا شي حاجة كيقوموا بالواجب في أسرع وقت. هما كيف ما كتلاحظوا هذيك سيارات الإسعاف كنظن. شوفوا معنا المخلفات ديال هادشي هذا كيفاش دايرين، يعني منتشره في جميع ارجاء المدينه. شوفوا معنا هادشي هذا كيفاش داير. هادو الشرطه، الناس راجعه للمنازل ديالها. هذه الاحتفالات هكا كتكون. اللايف السابق شفتوا فيه كيفاش كانوا الشهوب النارية وكيفاش الناس كانوا فرحانين بنهاية السنة ديال 2019 ودخول سنة 2020. بعد بدقائق انتهت الاحتفالات والناس رجعوا للمنازل ديالهم، ورجال النظافة كيقوموا بالواجب ديالهم في هذه اللحظات هذه باش ما يتركوش هاد الأزبال وهاد الشيء في الطريق بحال هكا، باش غدا الصباح ان شاء الله تبدا المدينة من جديد وتبدا فيها الحياة من جديد ويمشيو الناس للخدمة ديالهم والعمل ديالهم وتكون المدينة في أبهى حلة كالعادة. صديقي محمد، هذه مدينة بون الألمانية، العاصمة السابقة ديال ألمانيا. وكيف ما كتلاحظوا في جميع أرجاء المدينة توجد ديال الأزبال، الطريق مقطوعة والسيارات ديال رجال الشرطة واقفين هنا ما يخليوش الطوموبيلات العاديين يدوزوا، لان هنا من هاد الجهه اللي جينا منها هي اللي فيها القنطره ديال الراين. الراين هو النهر الكبير اللي كيتواجد في غرب المانيا، كيقطع من هولندا حتى النمسا او لا سويسرا كذلك كنظن. كنتمنى سنه تدخل عليكم سنه سعيده وتكون ان شاء الله في الخير، وتكون يعني يكون المشاهدين ديال قناه شوف تي في بصحه جيده. وكنتمنى نكون نقلت لكم الحدث كما هو، وانني
نحاول نوصل للمشاهدين ديال شوف تي في الصوره كما هي من قلب المانيا ومن قلب الاحتفالات ديالهم بهذه العداده. طبيعه الحال حنا ما شاركناهمش العيد ديالهم، حنا وقفنا نصوروا كيفاش كيحتفلوا هما. بطبيعه الحال كنقدروا الديانه ديالهم، كنقدروا الاحتفالات ديالهم كيف ما هما في رمضان ولا في عيد الفطر ولا عيد الكبير، باركوا لنا وفرحوا معنا. حتى حنا كنخليهم يحتفلوا بالاعياد ديالهم بالطريقه الخاصه ديالهم، كنحترموا الاعياد ديالهم والديانه ديالهم وكنقدروها بزاف. كنتمنى نكون وصلت لكم الصوره كيف ما قلت لكم على اكمل وجه وابهى حله. كنتمنى المشاهدين ديال شوف تي في تدخل عليهم سنه الخير وسنه ديال التفاؤل والطموح وتحقيق النجاحات. كان معكم عبد الخالق باسم الديار الالمانيه مراسل قناه شوف تي في. كنتمنى لكم سنه طيبه، كنقول لكم السلام.